السلام عليكم. اليوم نتكلم على مشروع خطة السكك الحديدية، رابط بين ولاية مدينة سمسيلت ومدينة الجلفة، مرورا بمدينة أو مدينة المستقبلية تاع بوكزور. فإذن الخط هذا راه قرب النهاية نتاعو، والسكك الحديدية راهي موضوعة. الآن نشوف أول رحلة تجريبية بين محطة تيسمسيلت ومحطة جلفا، وهذا الجزء هذا راه جزء من طريق السكك الحديدية اللي يبدأ من الشمال من ميناء جنجل إن شاء الله، من ميناء حمدانية إن شاء الله إلى حدود عين قزام. والجزء اللي راه ما زالت الأشغال فيها لحد الساعة هو اللي واصل حتى الحسين سعود، إذن ما زال الجزء الآخر من مسيلة إلى الأغواط غردايا حسين سعود. وكاين مشروع اخر نتاع خطة السكك الحديدية نتاع الهضاب العليا اللي يبدا من سعيدة ويروح حتى لتبسة، مرورا كذلك ببوكزول. اذن منطقة بوكزول راح تصبح كروازمة، نقطة تقاطع بين خط شمال جنوب والخط الشرق خط الهضاب العليا. والسلام عليكم.